أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج بانوراما فلسطينية، ونناقش فيه قضية الأسبوع. فقد خرج المجلس المركزي الفلسطيني في ختام دورته الأخيرة التي عقدت قبل بضعة أيام في رام الله بقرارات عديدة، كان من أبرزها تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، ووقف التنسيق الأمني والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لإطلاق عملية السلام. واعتبر المجلس المركزي في بيانه الختامي أن الإدارة الأمريكية فقدت أهليتها كوسيط وراع لعملية السلام. وعقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته الأخيرة تحت عنوان القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، بمشاركة أقل من 90 عضوا من أعضاء المجلس البالغ عددهم نحو 110 أعضاء، وسط مقاطعة من حركتي حماس والجهاد الإسلامي. من جانبها قالت حركة حماس أن الاختبار الحقيقي لما صدر عن المجلس المركزي من قرارات هو في الالتزام بتنفيذها فعليا على الأرض ووضع الآليات اللازمة لذلك. ودعت الحركة في بيان لها لترتيب البيت الفلسطيني وفق اتفاق القاهرة 2011 كخطوة أولى للتصدي لمتطلبات المرحلة الهامة من تاريخ القضية الفلسطينية والصراع مع الاحتلال كما قالت. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو السيد محمد مشارقة، الكاتب والمحلل السياسي. ولكن اسمحوا لنا في البداية أن نشاهد هذا التقرير. نفذ قراراتك، حملة أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا تبقى قرارات المجلس المركزي الفلسطيني حسب قولهم حبرا على ورق لا تخرج لحيز التنفيذ. ثلاثة، يجدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة الأشكال. قرارات أو بتعبير أدق توصيات، جاء جزء كبير منها مبهما وبلا آليات تطبيق واضحة، مثل وقف التنسيق الأمني حيث تم تجديد المطالبة به للمرة الثانية، ولا شيء سوى التصفيق والخطابات الرنانة. الأمر الذي دفع للسؤال مثلا عن سر بقاء السفير الفلسطيني حسام زملط حتى الآن في واشنطن، ما دامت القرارات قائمة بمقاطعة أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، فما بالك بالولايات المتحدة ذاتها؟ رغم التعليمات الواضحة ومحاولات تلقين كل دوره بما فيهم رئيس المجلس سليم الزعنون، إلا أن الانتقادات كانت كبيرة، خصوصا لغياب عباس عن حضور مداخلات الفصائل ونقاشاتهم في اليوم الثاني، واقتصار حضوره على إلقاء خطابه المطول جدا في اليوم الأول. خطاب صال وجال فيه عباس مهاجما حماس والجهاد ومرتجلا لكثير من المصطلحات والتعبيرات، حتى لم يسلم من لسانه دونالد ترامب بذاته. وما يطلع لي بتويتر كمان وتغريد يقول نحن لن نصرف للفلسطينيين فلوس لأنهم رافضون للمفاوضات. يخرب بيتك، ايه انت رفضنا؟ حماس والجهاد أثرتا الغياب، بينما حضرت الجبهة الشعبية وفصائل أخرى واكتفوا بالامتناع عن التصويت في المجلس الذي بدا كهلا يحتاج ليمنح الفرصة لغيره، ولا يبدو أن أحدا ينتظر منه شيئا، فيما يبقى السؤال مشروعا ومفتوحا حول خيارات السلطة ما بعد أوسلو. ولكن الغريب أن رئيس السلطة الفلسطينية نفسه المعني بالجواب هو الذي يسأل، فمن يمكنه أن يجيبه؟ أهلا بكم مشاهدي الكرام، لعل ضيفي في الاستوديو يستطيع الإجابة. أستاذ محمد مشارقة، أهلا وسهلا بك معنا. أستاذ محمد، يعني ما هي أهمية اجتماع المجلس المركزي الأخير، وهل كانت قراراته بمستوى التحدي التاريخي واللحظة؟ يعني بعيدا عن يعني هذه الصورة القاتمة التي تحدث بها تقريركم، وربما القراءة الفلسطينية المعارضة كلها برأيي، وحتى الصحافة الفلسطينية برأيي لم تقرأ خطاب رئيس محمود عباس على وجه الدقة الذي قرأه فعلا هو الإسرائيلي، والذي قرأه فعلا هو الدوائر الغربية. نحن لم نقرأ جيدا، نحن التفتنا إلى بعض يعني بعض التفاصيل، وممكن أتحدث لاحقا على مجموعة من القضايا التي افتقدها البيان وخطاب الرئيس محمود عباس
بما فيها المراجعة الكاملة لكل النهج، لكني أقول أن ثلثي الخطاب فعليا لم يكن إنشائيا، كان واضحا تماما أنه يؤذن أو يؤذن ببدء مرحلة جديدة إذا ما جرى الشغل عليها. طيب بمعنى ما هي أهم ملامح هذه المرحلة الجديدة ودليل أنها ستبدأ قريبا؟ بالنسبة لي لن تبدأ قريبا بدون شك، لأن ذلك متعلق بظروف إقليمية ودولية وبشكل رئيسي عربية أيضا. لا يمكن لطرف فلسطين عاقل يعمل بالسياسة إلا أن يدوي، بمعنى أن يوازن خطواته وكل قراراته مع الظرف الإقليمي والدولي، حتى يعني في مجموعة من القضايا الداخلية مطلوب ننجزها، لكن حتى تقول أنه نأمن صمود فلسطيني ونأمن عمليا انطلاقة جديدة للقضية الوطنية الفلسطينية، بالتأكيد في هناك شروط داخلية فلسطينية لكنها لا تؤهل لكسر المعادلة الموجودة حولنا. اسمح لي قبل ما تخوض أنت بالتفاصيل، لكن يعني من يسمع الكلام ربما يتساءل أنه لماذا الفلسطيني دائما يحول المسألة إلى العرب والبعد الدولي بينما في يده أوراق هو لم يلعبها؟ يعني التقرير أشار إلى، على سبيل المثال وليس الحصر، أشار إلى أن السلطة الفلسطينية تطالب بمقاطعة أمريكا أو الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس أو تقرر ذلك، بينما حسام زملط سفير السلطة موجود في واشنطن، والأمثلة كثيرة لا أستطيع حصرها الآن. لماذا تعلقون على العرب وتريدون منهم أن يكونوا ملكيين أكثر من الملك؟ برأيي الحديث لأنه انطلق من شخص معروف تاريخه ومواقفه منذ 30 أو 40 عاما وهو محمود عباس. بالنسبة لي أن محمود عباس الآن في ثلثي الخطاب الذي تحدث في جوانب تاريخية في غاية في الأهمية، بالدرجة الأولى أن يعتبر أن الوجود اليهودي الصهيوني في فلسطين وجودا استعماريا وجزء من مرحلة الاستعمار والإمبريالية. هذا كلام في منتهى الأهمية، بمعنى أن هناك تعديل في الرواية الفلسطينية اللي تعرفنا عليها منذ أوسلو حتى اليوم. بالنسبة لي أن يقول أن يعيد الفلسطيني الأمور إلى أصولها، هذا واحد. النقطة الثانية هو أن لا يقبل، وهذا واضح الكلام، لأنه أن الولايات المتحدة لم تعد، بمعنى هي الوكيل الحصري لأي تسوية في المنطقة، وبالتالي أنت تذهب الآن باتجاهات تدويل. بالمحصلة برأيي أن هناك مقدمات، لكن ذلك لا يمكن لا لحركة فتح ولا للسلطة الفلسطينية ولا لمحمود عباس أن يتمكن من إنجازها، فهذا شأن وطني عام، بمعنى كيف يمكن تحويل هذه المقررات أو هذا التوجهات الفلسطينية الجديدة إلى آليات عمل. بالتأكيد من حقي أنا كواحد مستقل أن أقول كان يجب أن يراجعوا كل المرحلة الكارثية التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه، كان يجب أن على الأقل أن ندعو الإطار القيادي الموحد للفلسطينيين، لأن هذه مسؤولية كبرى، نحن أمام كارثة وتصفي للقضية الوطنية، لأن إخراج القدس من التداول هو عمليا إخراج ثلث الضفة الغربية. عن ماذا؟ عن أي تسوية نتحدث؟ قد نصل حتى في التقييم السياسي أو التقدير لهذه المرحلة أنها أنهت عمليا أي تسوية أو أي إمكانية لتسوية بالحدود الدنيا حتى للفلسطينيين. طيب اسمح لي أشرك معنا عبر الهاتف الدكتور نبيل عمر القيادي في حركة فتح. دكتور نبيل أهلا وسهلا بك معنا، وربما تكون سمعت آخر ما قاله ضيفي في الاستوديو الأستاذ محمد مشارقة، لكن سؤالي هو هل فعلا يمكن اعتبار مجمل القرارات التي صدرت عن المجلس المركزي تعبير عن مراجعة سياسية واضحة لدى السلطة وحركة فتح؟ هل تعتبر يعني وضع للعرب السياسية الفلسطينية على الطريق الصحيح لجهة تأكيد العلاقة مع الاحتلال؟ أعتقد أنه أحيانا يكون هنالك مبالغة في جعل القرارات كما لو أنها جديد في العمل أو كما لو أنها ستوضع موضوع التطبيق اليوم التالي. أعتقد أن الآليات المتوفرة لدى الجانب الفلسطيني هي أضعف من أن تحمل هذه القرارات الصعبة، وأعتقد أن كثيرين تحدثوا بهذا الاتجاه. هناك تغيير في اللغة وتغيير في الموقف من الولايات المتحدة، بمعنى أنها ليست الراعي الحصري للعملية السياسية، ولكن عندما نتعدى هذه النقطة نجد أنه من الصعب جداً أن تطبق قرارات المجلس المركزي، وإن كان هناك رغبة في تطبيقها فالأمر سيأخذ وقتا طويلا.
في تقديري يجب أن أدرس أمور بواقعية. حتى خطاب الرئيس محمود عباس الذي بدأ كما لو أنه في غاية القسوة، هو أيضا لم يغادر دائرة المفاوضات واشتراط إصلاح شأن هذه المفاوضات، بل العكس، هجوم القاسي على الرئيس الأمريكي كان لأنه ظلمه وقال إنه لا يريد المفاوضات. لذلك أعتقد أن المفاوضات ستظل في هاجس القيادة السياسية الفلسطينية، ولا تجديد جذري يمكن أن نراه، الذي نرى صرخة أطلقها الفلسطينيون نتيجة الغدر الذي أو الطعنة التي وجهها لهم ترامب، بينما كانوا ينتظرون منه صفقة القرن، عندما في النهاية الواقع أقوى من قدرة القيادة السياسية الفلسطينية على تغييرات دراماتيكية ملموسة. طيب، على الأقل في المدى المنظور. دكتور نبيل، قلت أن القرارات صعبة التطبيق، السؤال هو هل ذلك لأسباب ذاتية فلسطينية أم لأسباب خارجة عن إرادة الفلسطينيين؟ وما هي الأوراق التي يمكن للفلسطينيين أن يتسلحوا بها ليتمكنوا من تنفيذ مثل هذه القرارات، أم أنها مصممة لدغدغة مشاعر الشعب الفلسطيني؟ يعني جزء مما تقوله صحيح، وهنالك دائما في قرارات من هذا النوع الوضع الذاتي مهم، كذلك الظرف الموضوعي. الوضع الذاتي، تعرف حال الوضع الفلسطيني الذي لا يملك التأهيل الكافي للقول أنه كتلة واحدة يمكن أن تذهب بطريق واحدة. حتى الآن رغم كل الذي حدث لم نرى أي تقدم على صعيد ما الانقسام، وبمعنى أن الوضع الفلسطيني مفكك من داخله. الموضوع الثاني، الظرف الموضوعي، أنت تعمل وتحت السيطرة الفعلية والعسكرية والأمنية للجانب الإسرائيلي، هم أيضا يستطيعوا أن يعيقوا تقدمك بأي اتجاه إذا ما أرادوا ذلك. أضف إلى هذا أن الوضع العربي الكل يجمع على أنه لم يعد داعما كما كان في السابق، إذا الأمور هنا تبدو في غاية الصعوبة. على صعيد اللغة نعم حصل تغيير كبير، ولكن على صعيد التطبيق على الأرض دعنا نراقب، ولكن أنا لا أرى أن بالإمكان أن تطبق الأمور كما وردت بالنصوص، وعلينا أن نراقب جيدا. طيب، ردود فعل الآخرين على ذلك. دكتور، في جزئية مهمة من القرارات اللي هي قرار وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، أنت تذكر وأنت عضو في المجلس المركزي أن المجلس في عام 2015 في آذار قرر نفس القرار، وأكثر من مرة تلوح السلطة مثل هذا القرار، ولكن على أرض الواقع يبدو أن هذا القرار بالتحديد هو الأكثر صعوبة إذا لم يكن مستحيلا، لأن كثير من الناس يعتقد أن وجود السلطة مرتبط مثل هذا القرار على الأقل من زاوية نظر الاحتلال لها. لماذا تكرار مثل هذه القرارات إذا كانت السلطة غير قادرة على تنفيذها؟ يعني أنا لا أعرف ما هو السبب في تكرار ذلك إلا مخاطبة الجمهور. الجمهور تعرف له رأي جمعي ضد كل أشكال التنسيق مع الإسرائيليين، ليس فقط وضد أوسلو من حيث المبدأ. يعني إذا عملت استطلاع رأي حول الموقف من أوسلو تجد أن الجمهور الفلسطيني بالنسبة عالية جدا يعترض ويرفض، ولكن في النهاية التنسيق الأمني هو أوسلو وهو السلطة، وفي حال الذهاب جديا في إنهاء هذا الموضوع وقامت إسرائيل برد فعل على ذلك، الوضع سيكون بغاية الخطورة بالنسبة للسلطة ووظائفها والمجال الذي تقدم لها فيها إسرائيل بعض التسهيلات. لذلك أعتقد أن حكاية التنسيق الأمني دائما سوف ينظر إليها كتوصية، أما على صعيد التطبيق العملي فأعتقد أن ذلك صعب للغاية. طيب دكتور، كان في كلام قبل انعقاد المجلس البعض يطالب بعقده خارج رام الله وخارج المقاطعة، لماذا أصر الرئيس عباس على عقده في الداخل، وماذا يعني إصرار حركتي حماس والجهاد الإسلامي على المقاطعة، وكذلك أربع جهات فلسطينية أخرى منها الشعبية والديمقراطية والمبادرة الوطنية وحزب فدا امتنعوا عن التصويت؟ يعني ليس هذا ما حدث بالضبط. كل الذي تحدثت عنهم كانوا أعضاء في لجنة الصيانة وشاركوا في كتابة القرارات وأعملوا وقاموا بمداخلات بما في ذلك حماس قدمت مداخلة داخل المجلس المركزي. كيف عفوا يعني دكتور، أنا أعرف أن الموقف الرسمي لحركة حماس هو المقاطعة، من مثل حركة حماس؟ لا
ناصر الدين الشاعر. والقى كلمه عرمرميه لها اول وليس لها اخر. يعني خليني اسمعني، انا بقول لك لان عضو في المجلس من داخل المجلس اتحدث معك. نعم. يعني لا يمكن ان اقول ان حماس شاركت هيك ادعاء، ولا الجبهه الشعبيه موجوده، الجبهه الشعبيه عمر شحاده كان موجود والقى كلمه. يعني خلينا شوي نكون موضوعيين، في شيء بتودى للتصدير وفي شيء للمعالجه الداخليه. لا اقول لك حضروا، الجبهه الشعبيه حضرت، الجبهه الديمقراطيه حضرت وشاركت، وكل الفصائل تقريبا باستثناء فصائل دمشق الذين لا يمكن لهم ان يحضروا. دكتور انا اثق بما تقول، ولذلك احنا يعني لقائنا مع حضرتك باعتبار انه عندك انت خبر يقين من داخل المجلس. لكن 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 الذي حصل هو ان ناصر الشاعر اعلن ببيان او ب بوست على صفحة الفيسبوك أنه لا يمثل حركة حماس، إنما ذهب بصفته مراقب مستقل. تفضل. طيب يستطيع أن يقول ما شاء، لكن هل يقول أنه ليس عضوا في حماس؟ يعني شوف هذا التلاعب باللغة، أنا شخصيا ما يعني بمسكوش جد. طيب على كل حال هذه ليست مشكلة. الشيء الصحيح، الشيء الصحيح ما فعله ناصر الدين الشاعر، الشيء الخطأ وأنهم قاطعوا في قضية كهذه. لم يكن المجلس البحث في مستقبل العمل الفلسطيني، كان يدرس في قضية ترامب والقدس، كان يجب أن يشاركوا. طيب تسمح لي دكتور نبيل لو سمحت لي، معنا الآن عبر الهاتف السيد حسام بدران مسؤول ملف العلاقات الوطنية في حركة حماس، إذا سمحت لي نرجع إليه بهذا السؤال. أستاذ حسام بدران أهلا وسهلا بك معنا. يا مرحبا، أهلا بكم أستاذ حسام. يعني ألم يكن حضوركم لرفع سقف قرارات المجلس المركزي والمشاركة في هذه اللحظة التاريخية أمرا مهما، ولماذا قاطعتم؟ أم أن مشاركة ناصر الشاعر كان تمثيلا لحركتكم في المجلس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني نحن لا نذيع سرا حين نؤكد أن الدكتور ناصر الشاعر لا يمثل حركة حماس بأي حال من الأحوال، ويعني طيلة الحراك السياسية عبر السنوات الطويلة الماضية، وأنا أعرف الدكتور ناصر وهو يعني صديق شخصي من أيام الدراسة، حتى هو نفسه يعني لا يزعم ولا يدعي أنه يمثل حركة حماس، وهذا أمر يعني ليس قابلا للنقاش ولا للجدال، وهو معروف لدى كل الأوساط السياسية بما في ذلك إخفاء السلطة وفتح الذين يتعاملون على هذا الأساس. لكن ليست هذه القضية، موقف حماس كان واضحا ومعلنا من خلال بيان رسمي بأنها لن تحضر الاجتماعات المجلس المركزي، وهي أصلا ليست، نحن لسنا أعضاء في هذا المجلس، يعني ليست قضية مقاطعة، نحن لسنا أعضاء رسميين في هذا المجلس، نحن وجهت لها دعوة للحضور كضيوف إنجاز التعبير على هذا المجلس، ومع ذلك نحن تعاملنا مع هذه الدعوة بالكثير من الإيجابية والكثير من الجدية، وناقشنا الموضوع عبر أيام طويلة في قيادة الحركة، وأنا شخصيا قمت بالاتصال مع غالبية الفصائل والقيادات السياسية الفلسطينية بما فيها مستقلين وآخرين للتباحث والتشاور في موضوع مشاركة حركة حماس، على الرغم من أنه الموضوع هو قرار طبعا في داخل الحركة، لكن كان ذلك من باب الاستشارة والسماع من الكل الفلسطيني. الإشكالية كانت أننا في تواصلنا مع الإخوة في حركة فتح لوجه الخصوص ومع قيادة المجلس الوطني عبر مكتب الأخ أبو الأديب، نحن طرحنا فكرة أن يكون أولا خارج الأرض المحتلة، على اعتبار أن الاحتلال يعني في النهاية هو من سيتحكم في من يحضر وفي من يغيب، وهذه القضية رفضت. ثم تحدثنا عن ضرورة لقاء قبل انعقاد المجلس المركزي بالذات بيننا وبين الإخوة في حركة فتح وربما فصائل أخرى أيضا. نعم. لمناقشة ما يمكن أن يصدر عن هذا المجلس وكيفية أن تكون مشاركة حماس فيما لو كانت يعني لها أثر إيجابي. نعم. عملي على الأرض، أيضا هذا الأمر لم يتم، فأصبح كأن حضورنا سيكون يعني مجرد شكلي لا يؤثر ولا يغير في الواقع، رغم قناعتنا بأنه طبعا المرحلة حساسة وبالفعل يعني طيب. هناك ضرورة لعمل وطني مشترك، لكن حتى غيابنا عن هذا المجلس لا يعني أننا ضد أي قرار بيصدر من هذا المجلس. بالمناسبة نحن لسنا في حالة مناكفة سياسية خاصة في هذه المرحلة، الحديث الآن عن تصفية للقضية الفلسطينية واضح. وبالتالي كل الخلافات السياسية هنا وهناك تبقى صغيرة ومحدودة،
أمام هذه الهجمة الكبيرة من ترامب والاحتلال. طيب أستاذ حسام، أرجو أن تبقى معي، أعود للدكتور نبيل عمر في تعليق وسؤال. إذا ناصر الشاعر لا يمثل حركة حماس وفقا لكلام حسام بدران معنا، وحركة حماس ليست في إطار مناكفة في هذه المرحلة الحرجة. إذا في تعليق دكتور نبيل، لكن في أيضا سؤال أخير لحضرتك، اللي هو خطاب الرئيس عباس، يقول البعض أنه عبر عن جزئيا عن شيء من العزيمة، الغضب ربما، عن روح فيها رفض لفرض الموقف والرأي على السلطة الفلسطينية، إلا أنه افتقر إلى خارطة طريق أمام الفلسطينيين. هل توافق على ذلك؟ أوافق تماما، وقلت هذا بصورة مختلفة في حديثي معك قبل قليل، بأن مغادرة النهج السابق غير واردة، لا بالنسبة للرئيس محمود عباس ولا بالنسبة لما يمثل، وهنالك استعداد فلسطيني يمثل الرئيس محمود عباس للعودة إلى مائدة المفاوضات إذا ما تحققت بعض الشروط، وأظن أنه تحدث بذلك. كمان هنالك إمكانية لعودة العلاقات مع الولايات المتحدة إذا أيضا قامت حققت بعض الشروط المطلوبة. إذا النهج في أساسه لم يتغير ولن يتغير، ونراقب في الفترة القادمة. إنما باللغة أعتقد أن اللغة كانت قاسية للغاية، ولكن القواعد الأساسية للعبة لم تتغير. أشكرك دكتور نبيل عمر، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، كان معنا من رام الله. أستاذ محمد، ألم تكن مسألة سحب الاعتراف بدولة الاحتلال الورقة الأقوى التي يمكن داخليا كسلطة فلسطينية أن تتمسك بها أمام العالم، ولكن المجلس ربما يعني لم يلقي لها بالا، بل بالعكس يعني رماها ربما في القمامة كما يقول البعض على الأقل؟ لا، في حديث عن تعليق. كيف إذا في تعليق، ما هي آليات هذا التعليق؟ التعليق أولا، يعني أنا فعلا أربأ بالمجلس المركزي وحتى بالرئيس محمود عباس أن يتحدث بهذه الطريقة، لأنه في هناك تبعات واستحقاقات لهذا الكلام، يعني إلا إذا كان هو لا يستطيع، إلا إذا كان محمود عباس والمجلس المركزي قرر هدم المعبد، خلص بدنا نحل السلطة ونروح، عنده يقول الكلام اللي مش مسؤول. برأيي أن مجرد الإشارة أنتم تعتبرون يا ولايات متحدة ككونغرس تنظيما إرهابيا كمنظمة التحرير الفلسطيني، ونحن الذين اعترفنا بإسرائيل في إطار اتفاقات أوسلو، الآن هذا معلق، إذا اعتراف مقابل. وهذا كلام أنا بالنسبة لي خطوة مهمة. كما قلت في البداية، محمود عباس والمجلس المركزي قطعوا نصف الطريق. ما هي آليات تعليق الاعتراف؟ كيف؟ أنا بالنسبة لي المجلس المركزي وخطاب محمود عباس قدموا عمليا مؤشرات مهمة جدا لخارطة الطريق الفلسطينية القادمة، ونستطيع كفصائل وكمجتمع مدني وكمثقفين أن نحاسب هذه القيادة الآن على هذه القرارات. ما جرى برأيي في منتهى الأهمية، وأنا برأي تصويب للمسار الفلسطيني مطلوب أن نطوره. كيف يمكن الآن تطبيق موضوعة الاعتراف؟ أنا برأيي الآن بإمكان أن نقول علنا الاعتراف كمنظمة تحرير مسحوب، ونحن كسلطة أساسا لم يطلب أحد منا الاعتراف بالمناسبة. نحن موجودون في إطار المنظومة الأمنية والسياسية الإسرائيلية كسلطة تحت احتلال، هذا حقيقي الكلام، ولا أحد يطلب منا ولا بمعنى أي منطوق. هو المطلوب منكم أو من السلطة ليس أن تعترفوا أو أن تقولوا أننا نعترف، لأن واقع الحال يدل على أن السلطة تعترف، بل وتنسق، بل وما يعني كل شأنها الاقتصادي والأمني مرتبط. زي أي سجين مرتبط. زي كان المتوقع أن يقال أن السلطة لا تعترف بهذا إلا كسلطة احتلال، وتعامل كمعاملة سلطة احتلال. أنا بالنسبة لي الآن عندما يرد في القرارات بندا خاصا بأنه إحنا سنذهب الآن لطرح موضوعة الاعتراف بالسلطة الفلسطينية كدولة تحت الاحتلال، وبالتالي لا نطلب من أحدا سوى من العالم أن يعترف بنا. الاحتلال اليوم أنهى عملية أي تسوية. أنا برأيي هذه القرارات بحاجة الآن إلى وضع آليات لها بدون شك، بمعنى من الفصائل وبدون هذه المناكفة، مثل ما قال الأخ بدران الآن من غزة، نحن أمام فعلا مرحلة تاريخية تصفوية تشبه نكبة 48 فعليا، انتهى عمليا خيار الدولتين. علينا أن نجيب الآن على مستقبل القضية الوطنية، وهذا يحتاج الجميع. جميل، اسمح لي أرجع للسيد حسام بدران. سيد حسام بدران، يعني بعيدا عن عدم مشاركتكم، كيف تقيمون
قرارات المجلس المركزي، وفيها كثير من الإيجابيات كما يرى ضيوفي هنا ويرى كثير من المحللين والسياسيين. نحن ناقشنا وبحثنا في القرارات التي خرجت على مستوى القيادة. لا شك أن هناك مجموعة من القرارات والعبارات يعني الإيجابية والجيدة التي يمكن أن يبنى عليها إذا كان هناك نية حقيقية للتطبيق. نحن لسنا عدميين في النظرة إلى الآخر الفلسطيني. عندما نرى موقف إيجابي سوف نقول كل قوانا هذا إيجابي، بل على العكس نحن مستعدون أن نشارك في دعم وإسناد أي موقف حقيقي ميداني في تطبيق هذه القرارات، خاصة تلك المتعلقة بوقف التنسيق الأمني وسحب الأطراف من الاحتلال وإنهاء التعاون مع الولايات المتحدة، حتى لو لم نشارك في اجتماعات المجلس المركزي. كل قرار يمكن أن يجد له صدى وتطبيق على أرض الواقع في إطار الفهم الفلسطيني العام والطموحات العامة للشعب الفلسطيني، نحن سندعمها ونؤيدها ونتحرك يعني في إطار جمعي من أجل تطبيقها عمليا على أرض الواقع. لكن هذا يحتاج بالفعل إلى يعني إرادة في التنفيذ. نحن لا نريد أن نحاكم الناس يعني مسبقا، نحن نتأمل أنه خطورة المرحلة والتحديات الحقيقية التي هي غير مسبوقة أن تجعل هناك تغير حقيقي وجذري في القرارات من حيث التنفيذ والتطبيق على الميدان. طيب. ونحن نكرر دعوتنا للإخوة في حركة فتح ولرئيس أبو مازن بضرورة عقد الإطار القيادي المؤقت للمنظمة الذي يضم كل الفصائل الفلسطينية وهو قادر على تطبيق تلك القرارات التي يعني يمكن أن نقول أنها إيجابية وموضوعية. نعم. قرارات المجلس المركزي والبناء عليها. سيد حسام، في هذا السياق الذي تتفضل به، ما هو أو ما هي الوصفة التي يمكن أن تقدمها حركة حماس بثقلها في المشهد السياسي الفلسطيني لجعل الموقف الفلسطيني أكثر قوة بكل مكوناته وأطيافه وقدرة على مواجهة قرار ترامب والتحديات الكبيرة في هذه المرحلة؟ كيف؟ أولا نحن ندرك أن تطبيق القرارات التي خرجت من المجلس المركزي، خاصة موضوع التنسيق الأمني وسحب الأطراف بالاحتلال، له ثمن، وهو ثمن يعني حقيقي سوف تدفعه السلطة وقيادتها. نحن نقول لهم أن هذه القرارات نحن مستعدون كحماس وأعتقد كل الفصائل الفلسطينية أن نقف صفا واحدا ضد الاحتلال وضد كل الإجراءات التي يمكن أن نتخذها ردا على تطبيق هذه القرارات. نحن ندعو فورا والآن ومباشرة إلى تشكيل إطار قيادة وطنية على مستوى الميداني تتابع استمرار الحراك الشعبي الفلسطيني خاصة في الضفة والقدس، وتشكيل يعني غطاء سياسي له ودعمه بكل الوسائل الممكنة، وشعبنا الفلسطيني وقواه وشبانه قادرون على حماية أي قرار فلسطيني وطني يرون فيه يمثل طموحاتهم الحقيقية ونظرتهم تجاه هذا الاحتلال. شعبنا يمتلك من الإمكانيات والقدرات ما يمكن أن يفاجئ به العدو والعالم كله. نحن نقول للسلطة والإخوان في حركة فتح، تعالوا نتفق نحن وكل الفصائل على آلية مواجهة هذا الاحتلال، على اعتبار وعلى تعريف أن هذا الاحتلال هو عدو يجب أن نقاوم وليس جار يجب أن نعتاد على العيش معه، وبعد ذلك كل العالم سيقف على قدميه ليقول للفلسطينيين يعني ماذا تريدون وما هي المشكلة الحقيقية والتي هي طبعا الاحتلال والتي يجب أن يزول إلى أشكرك أستاذ حسام بدران القيادي في حركة حماس مسؤول الملف الوطني في الحركة، كان معنا عبر الهاتف من الدوحة. أستاذ محمد، أنت قلت أن حل الدولتين انتهى وهذا بات حقيقة على أرض الواقع. أمريكا ليست وسيطا نزيها وليست وسيطا مقبولا من طرف الفلسطينيين، ولكن قرارات المجلس المركزي ما زالت تبحث عن أسلوب لاستمرار المفاوضات مع الاحتلال. حتى الآن يبدو أن المجلس لم يقتنع بأن هذه المفاوضات كما يقول البعض عبثية ولم تؤدي إلى نتيجة، بل أدت إلى خسارة هائلة في المشروع الوطني الفلسطيني. لماذا هذا الإصرار على المفاوضات وعدم التقاط الفرصة والبدء بخطة جديدة في التعامل مع الاحتلال كاحتلال؟ نحن نتحدث الآن عن معالم لتسوية اقترب الفلسطينيون جميعا إلى منتصف الطريق، بمعنى قيام دولة على أراضي 67 محتلة عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية. هذا الآن تقريبا هي مقررات المجالس الوطنية الفلسطينية السابقة، هي جزء من دستور منظمة التحرير، وحركة حماس في تعديلاتها الأخيرة لم ترفض فكرة قيام الدولة على جزء من الأراضي الفلسطينية. إذن نحن أمام هذا الموضوع الذي يعني لديه روافع
في الشرعية الدولية، قرارات الشرعية الدولية، قرارات الأمم المتحدة. بالتالي من هنا نبدأ المشكلة، أننا تورطنا، وهذا يجب أن تحاسب عليه القيادة الفلسطينية التي خاضت كل هذه المفاوضات، تورطنا في مرجعيات جديدة على مدار 20 سنة الماضية. جرى اختراع مرجعيات هائلة تجاوزت قرارات الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية. اليوم عندما نتحدث عن تدويل القضية الفلسطينية في إطار مؤتمر دولي، وفي هناك اقتراحات متعددة، منها 5+1 كما جرى مع إيران، بمعنى مجلس أمن زائد ألمانيا، بمعنى الآن توسيع المشاركة الدولية، لكن بالواقع نحن نعلم أن الفرنسيين حاولوا العام الماضي في دعوة مؤتمر دولي وفشلوا، وكذلك الروس يتحدثوا عن مفاوضات ثنائية في موسكو، لكن لا أحد يستطيع الآن أن يقول أنا سأحل محل في إطار دولي، لأن الولايات المتحدة محل الإدارة الأمريكية. أنا برأيي في هناك مشكلة عند العالم كله، بمعنى لأنه الثابت الوحيد هو إسرائيل، الثابت الوحيد الذي يقول ولا سنتيمتر واحد للفلسطينيين. إذن يمكن القول أن هذه القرارات كانت كثير منها ليست واقعية، وليس بإمكان المجلس المركزي ومنظمة التحرير تطبيق أي منها. أنا بالنسبة لي هم وضعوا الآن العرب على 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 المسار الصحيح. الآن كيف آليات وأدوات أن تصبح هذه المقررات التي تراجع بما فيها الدولة الإسرائيلية؟ واحد، ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني والاستعجال في إنهاء حالة الانقسام بين الفلسطينيين. أشكرك أستاذ محمد مشارقة الكاتب والمحلل السياسي، والشكر لكل من شارك معنا عبر الهاتف، ولكم مشاهدينا الكرام خالص الشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.